برجك بالصحة. برجك بالصحة. صباحكم مزيان بالصحة مليان. أي عدلي الموجة شوية وركز لي مع برجك في هالصبحية. الحمل. الوضوح والصدق هما أقرب حاجة نجم توصل بها مساج واضح. خليك ديما واضح في كلامك، خاصة مهم جدا إنه توصل المعلومة واضحة ومفهومة يا حمل. الثور. وقية السفر ولا خروج البرة كنت عندك مديدة وانت تلوج عليهم، الفرج قرب، ركز مليح في اختياراتك ليامات أكثر يا ثور. الجوزاء. خليك ديما أمين وصادق كما يعرفوك، وبهكا ما تخونش الثقة اللي تعطات لك من أعز الناس ليك يا جوزاء. السرطان. تعرف تحكمها وتخمم ببرشة وضوح وتوصل للقرارات السليمة. إن شاء الله يا ربي يعطيك ما تتمنى يا سرطان. الأسد. كهنه فما برشة جديد ليامات وحاجات في الأفق ما تنجم كانت تبشر برشة خير يا سيد. العذراء. صحة الرأس والعنات في العلاقات العاطفية ينجموا يجيبوا برشة سلبيات، ماذا بيك تعدل في علاقتك مع الشريك وتنقص من ردود الأفعال يا عذراء. الميزان. انتي تعرف اللي الكلام عنده دور كبير في تحديد العلاقة، ماذا بيك تحسب الكلمة قبل ما تخرجها، خاصة كي تبدأ تتعامل مع إنسان سنسيبل شوية يا ميزان. العقرب. محبوب من عند الناس الكل وعارف قيمة المحبة متاع الناس اللي دايرين بيك اللي يحبوك ويهنيوك يا عقرب. القوس. سوربريز حلوة تنجم تكون في الأفق تستنى فيك من عند أقرب الناس ليك اللي تنجم تعمل قلبة نوعية في العلاقة يا قوس. الجدي. انت عملت السايب الكل توا معات ما مزال شوية مجهود وشوية وقت من عندك توصل للي حاجتك بيه يا جدي. الدلو. تعليش اللخبطة الكل يا مات في التخمام، كي معاتك ساعة انت انسانة حلل باللوجيك، خليك ديما راكز وما تخلي حتى شيء نجم يشتت لك أفكارك يا دلو. الحوت. الواش باش تعمل حاجة انت مكش مقتنع بها حتى حد من جي غصب عليك، خليك ديما مقتنع باللي تحب تعمله وخاصة الحاجات اللي عندها شأن في مستقبلك يا حوت. هذا برجكم بالصحة لليوم، نور تقولكم إن شاء الله صبحكم بنين وبكل طاقة وفيتامين. برجك بالصحة. برجك بالصحة.